لو بتدور على ايربود وساعة سمارت رياضية بأقل سعر في مصر، يبقى الفيديو ده يهمك وتابع معانا، ومتنساش لايك سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. موقع اوكازيون.com بيقدم لك ساعة سمارت رياضية، ساعة طبعا رياضية بشكل مستطيل مش دائري، ودي طبعا كويسة، وكمان الشاحن بيبقى منها فيها مش محتاجة لوصلة خارجية، وكمان بتبقى معاها ايربود من النوع كويس جدا الموجود في السوق دلوقتي وبأقل سعر في مصر، ايربود ماكس، اللي هي بتبقى شكل الوان السماعات كلها والايربود نفسها بتبقى الالوان اللون اللي هو شبه الشمواء المطفي، شكلها جميل جدا على الطبيعة. وكمان ينفع تتوصل الايربود دي على اي موبايل عن طريق البلوتوث سواء ايفون او موبايل اندرويد. متوفر طبعا معانا اللونين منها دلوقتي، وهو اللون الاصفر بشكله الجميل، وطبعا اللون الزيتي. اللون ده يا جماعة مش لامع، اللون مطفي، بصوا حضراتكم كده شكله على الطبيعة. السماعات كمان بنفس اللون، سماعة مميزة لو انت بتدور على حاجة مميزة. نيجي بقى لتفاصيل العرض، وهي الساعة دي 116، ساعة رياضية فيها كل الاوبشن الرياضي اللي انت ممكن تتخيله، ساعة سمارت تاتش، تاتش بتاعها عن طريق زرار في النص، بيجي معاها الاوستيك بالشكل ده بتوصله بمنتهى البساطة، وكمان بتقدر تشحنها بالشاحن القطعة اللي موجودة نفسها في الساعة، يعني مش محتاج وصله. طبعا فيها كل الاوبشن الرياضية سواء قياس ضغط الدم او نبضات القلب او اعداد الجري، كل الاوبشن اللي موجودة في اي ساعة رياضية، ولكن بشاشة هنا كبيرة شكل مستطيل جميلة جدا. ده هنا مثلا قياس نبضات القلب وضغط الدم، السنسور موجود ورا باللون الاخضر كده، وبتبقى لابسها طبعا بتديك قياسات مقاربة جدا للقياسات الحقيقية. طبعا ساعة جميلة جدا وفيها اوبشن جميل جدا هنتكلم عنه دلوقتي في الفيديو بالكامل. اول حاجة لو انت مثلا في الجيم وموبايلك بيرن بيظهر لك ان في رنة او اتصال على تليفونك، تعال اقول لك بقى ازاي تربطها بالتليفون. اول حاجة بتلاقي الكتالوج جاي معاها واسم البرنامج اللي ظهر قدام حضراتكم دلوقتي اللي هو HRY Fine، ده برنامج رياضي بتنزله من على جوجل بلاي، تسطيبه بسيط جدا، وبتفتح البرنامج بتلاقي اربع وجهات من تحت. طبعا الواجهات دي بعد كده بعد ما تربط الساعة بتقول لك كل التسجيلات اللي انت عملتها على الساعة سواء عداد المشي او اي اوبشن رياضي او ضغط الدم والكلام ده كله بتتسجل عندك في التليفون. ندخل بقى على المهم، ندخل على كلمة لي او مي لو انت عامله باللغة الانجليزية، وهتلاقي كلمة جهاز البحث، هيتلاقي ان هو بيعمل بحث عن الساعة. اول ما تظهر الساعة بالاسم ده هتعمل لها اقتران، وتاني ميزة في الساعة دي برضو انها بتظهر لك اشعارات الواتساب الفيسبوك تويتر اي حاجة على موبايلك، وتقدر تختارها من عن طريق البرنامج عن طريق الاعدادات، وبعد كده تدخل على رسالة تذكير. دي كل الاوبشن اللي انت ممكن تفعلها، هي طبعا متفعلها جاهزة عشان تظهر لك اشعاراتك. طبعا للأسف الساعة دي ما بتدعمش غير اللغة الانجليزية، وبعض اللغات كده ما بتدعمش عربي، فمش تفرق مع بعض الناس. الميزة كمان اللي فيها ان انت ممكن تغير الخلفية باشكال موجودة كتير على البرنامج نفسه، تدخل على تعديل، وممكن كمان تتحكم في شكل الخلفيات اللي موجودة، ولكن ما تقدرش تحط صورة شخصية ليك او اي خلفية انت عايزها، لكن هي السمزات اللي موجودة فقط على البرنامج. طبعا كده السيم بقى على الساعة منتهى السهولة، وكمان ممكن تتحكم في لون الخط اللي هو شكل الساعة، يعني اللون بتاعه بأي درجة لون انت عايزه، مفيش أي مشكلة خالص، بتغيرها وتعمل حفظ بتتنقل على الساعة على طول تلقائي، الشكل بيتغير زي ما حضراتكم شايفين على الطبيعة. دي طبعا كل السمزات اللي موجودة على المتجر تقدر تختار ما بينهم، طبعا فيها حاجات أطفالي وفيها حاجات شبابي جميلة جدا تقدر تختار ما بينهم. كمان في خاصية في البرنامج وهي ارفع للاستيقاظ، دي لو انت الساعة كل ما ترفع ايديك لفوق كده عشان تشوف الساعة كام، الساعة بتنور معاك وبتظهر معاك الساعة، فدي خاصية جميلة جدا موجودة في الساعة، نجرب دلوقتي مع بعض. دلوقتي ده شكل الساعة، مثلا لو انا قفلت الساعة بالشكل ده كده بعتها عن ايدي وجيت رفعت هتنور معايا وتظهر لي الاشعار بدل ما ادوس كل شوية على الدائرة اللي في النص بتاعت الساعة ديت اللي بتظهر لي الساعة. الاوفر ده هتلاقيه على موقع اوكازيون باقل سعر في مصر، وما تنساش تجربه قبل الاستلام، يعني هتفتح وتراجع على كل حاجه في المنتج مع المندوب قبل ما تستلم وقبل ما تدفع اي جنيه. ولو انت وصلت معايا لنهايه الفيديو ده فانت محظوظ، ولو انت كمان من مشتركين القناه هتحصل على هديه مع الاوفر ده لنهايه الشهر، وهو جراب سيليكون للايربود هديه.
ازاي تشتري من موقع اوكازيون، هتفتح جوجل بلاي وتكتب على البحث اوكازيون.com، هتنزل الابليكيشن ببلاش وهتثبته على الموبايل، وبعد كده تفتح الابليكيشن، بعد كده هتلاقي منتجات كتير زي منتج معين، تكتب في البحث او بتختار جميع الفئات، وكده هتلاقي المنتج تضيف للسله. خطوات بسيطه جدا وسهله، وعندنا اقل سعر التوصيل هو في المترو 10 جنيه. تكتب بيانات حضرتك، الاسم والعنوان ومكان الاستلام او محطه الاستلام، لك رساله على الموبايل كده انت اكدت الطلب. وما تنساش الدفع بعد الاستلام ومراجعه المنتج مع المندوب، مش هتدفع اي حاجه الا لما تراجع المنتج.